الوضع لا يزال خارج السيطرة في القناة الفرنسية الخامسة العالمية لليوم الثاني على التوالي. جميع القنوات الإحدى عشرة التابعة لهذه القناة بثت برامج معادة وكتبت على موقعها الإلكتروني عبارة متوقف مؤقتا، الأمر الذي ولد صدمة لدى العاملين. لدينا برامج فعالة للحماية من القرصنة الإلكترونية وقد تأكدنا من سلامتها، ويبدو أن عملية القرصنة هذه كانت محترفة وقوية. المحطة وقعت في قبضة قراصنة إسلاميين متطرفين لساعات طويلة، حيث نشروا رسائلهم في الموقع وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ثم ظهرت القنوات التلفزيونية بشاشة سوداء لفترة قصيرة. الحكومة الفرنسية تعاملت مع الهجوم بجدية تامة، وقام وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزيرة الثقافة بزيارة للقناة. نحن نواجه الآن إرهابيين مقتنعين بأفكارهم، لكننا عازمون أيضا على محاربتهم. لقد استخدم الجناة وسائل فعالة تفرض علينا التكيف معها باستمرار، وهذا ما سنفعله. وقال وزير الداخلية إن خبراء الوزارة في جرائم الإنترنت ومكافحة الإرهاب يعملون الآن للكشف عن الجناة وإيقافهم عند حدهم.